بصيرنا اليوم يكون ضيفنا بالاستوديو المشرف على موقع الانتشار استاذ ابراهيم عوض. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح النور. خي تفاؤل بضحكتك، ان شاء الله تكون هيك الاجواء بحسب قراءتها. بنضل متفائلين ان شاء الله. بنضل متفائلين. قبل ما نغوص بالسياسه اللبنانيه وبعناوين الصحف، خلينا ننتقل للعاصمة الأرمينية يريفان مع زميلنا عبدو الحلو الموجود من كم يوم ومتابع زيارة مع الوفد الرسمي ورجال الأعمال، واليوم رسمي جدا عبدو بالبدلة الرسمية. صباح النور. صباح من عبدو. رسمي كمان. اليوم وصلنا. صباح الخير لضيفكم كمان ولكل المشاهدين. اليوم الزيارات الرسمية اللي رح ينحكى فيها بشكل رسمي ويصير فيه يمكن اتفاقات، اليوم اول زياره راح تكون مع رئيس الحكومه وبكره عفوا مع رئيس الجمهوريه ارمان ساركيسيان، وبكره راح يكون في زياره لرئيس الحكومه. انما بدايه بتعرفوا شو نظام الامهات مش بس بارمينيا وين ما كان، يعني اذا الولد حلو، اذا الولد حلو بيقولوا طالع لاخواله بيشبه امه وخواله، اما اذا بشع فبيشبه بيوته وبيو وعماته. على كل حال ضيوفنا لليوم عبدو، انا هنك تبعرف مصدرها رح يكون معنا العزيزين اكيد النائب ميشيل ظاهر من تكتل لبنان القوي، وايضا شارل محارب رئيس مجموعه شارل تكتل. رح نبدا مع الاستاذ ميشيل. طبعا الزياره اليوم مثل ما قلنا رح تبلش رسميه اليوم مع رئيس الحكومه بعد شوي. شو متوقعين منها؟ تفضل. على المنيفير بعد عم يشتغلون. اول شيء صباح الخير. اليوم رح نبلش زيارتنا مع وزير الاقتصاد، بعدين مع وزير الزراعه، وفي عندنا لقاء اليوم مع رئيس الجمهوريه. انا برايي نحن في اتفاقيات بيننا وبين ارمينيا السابقه. نحن جايين نفعلها اليوم. اذا تشوف حد من التبادل التجاري بين لبنان وارمينيا، يمكن نحن عم نصدر لهم 500 ألف دولار، نحن عم نصدر لهم 130 ألف. انه المفروض يكون بملايين يعني. انا برايي هن عندهم النيه انه يتعاونوا معنا بلبنان، وخاصه بالحكومه الجديده، ونحن عندنا النيه كمان نفتح اسواقنا ونستفيد من موقع ارمينيا كبلاتفورم على يوراسيا لمنطقه 180 مليون او 250 مليون مستهلك. ممكن نحكي معهم الكهرباء؟ انا هلا نحن قاعدين هون وبلش القصف تحت على الكهرباء. لا، اول شغله موضوع الكهرباء، بدك تردني على الكهرباء، ما في مشكله. الكهرباء بزحلي مشكله، انه اليوم عندك نواب مش عم يثبتوا على رايي، كل ساعه يعطونا راي شكل ساعه اني مع الكهرباء بس تخفيض الفاتوره، بس انه تخفيض الفاتوره ما بعرف كيف، خايفين نقطع الكهرباء على العتمه. خي ما بدنا نكايه سياسيه ونطور الناس. اليوم الامتياز راح يخلص وكلنا بنعرف 31/12 اذا بيجي يروح القدس ما بيجدد له، لانه هذا بده موافقه مجلس النواب، وما في نيه للدوله انه تحط ترجع تجدد امتيازات، خاصة انه عم بيع الكهرباء بخسارة 50 ليرة كيلو، عم تخسر 30 مليون دولار، ما حدا بيحمل هالمسؤولية بقى. بدل ما نقعد نحن بشكل هادئ نشوف حلول، ندور شو الحل، كيف نحن اذا الدولة مش قادرة تعطينا، الدولة بدها تأمن كهرباء لبنان، اذا الدولة مش قادرة تعطينا، كيف نحن نولد بهالفترة هي، او كيف نطلب من الدولة تجيب كهرباء؟ نطلع خطابات شعبوية، لا بتودي لا بتقدم، كل ساعة لون شكل. يعني ما بفهم انا لهم بده ياخذوا هذا الملف. ساعه جبران بسيل ديف شو ميشيل ظاهر، ما بعرف شو بده اسعد نجد. ساعه عم بشغلوا صورته اسعد نجد، كل خمس دقائق في مؤامره، في عقليه هي المؤامرات اللي يعوضون عليها. في حدا اليوم قاضي اليوم كل خمس دقائق بيقعد بيحلل التحليل؟ اذا كل خمس دقائق عم يغير رايه، والله ساعد الاحكام اللي الناس تصدر عليها احكام، ما بعرف هذا ظالم عالم. بس بدي اياك تطلع بالكاميرا وتقول لريتا عرفتي عن مين عم بحكي؟ لا ريتا انا عندي سؤال عبدو اذا عم تسمعني. امبارح سمعنا كلام للاستاذ اسعد نكد عم بيقول فيه هو اطلق وعود ووفي فيها بوقت وزير الطاقه الحالي.